وفي الحقيقة دخلت زملائي من المغرب ردت على كثير من الأجوبة من الأسئلة التي ليس بضروري أن أعود إليها، ولكن سمعت مداخلة المقرر خاص وملاحظته حول الميز الإيجابي ومشكلة الأمازيغيين. وفي الحقيقة هذا الموضوع، مشكلة الأمازيغ في المغرب، لا يوجد إلا في ذهن بعض الأشخاص، أما في الواقع شيء آخر حول الميز الإيجابي. مثلا أريد أن أقول، في الحكومة يوجد رئيس الحكومة أمازيغي، وزير الداخلية أمازيغي، وزير الفلاحة أمازيغي، وزير العدل أمازيغي، وزير العلاقة مع البرلمان أمازيغي، وشكون يبقى، ووزير المنتدب في المالية أمازيغي، ووزير الشؤون الإسلامية أمازيغي. هل أصبحت وزيرا لأن هناك ميز إيجابي لأني أمازيغي؟ أم أنه كثير من الأسئلة فيها نوع من عدم الاطلاع على حقيقة الأوضاع في المغرب؟ أنا عشت حياتي كله أمازيغيا ولم أشعر في يوم من الأيام بأنني ضحية ميز، لذلك تطرح لي كثير من الأسئلة. وفي قضايا الميز فيما يخص المرأة، أنا كلفت في هيئة القيادة إعادة النظر في مدونة الأسرة من طرف جلالة الملك، وشرفت بذلك، واستمعت لحد الآن أكثر من 1100 جمعية، وسنجتمع وسأدخل هذا المساء لأستمع إلى الأحزاب السياسية، وكلهم قدموا تقارير، وفيهم جمعيات أمازيغية وجمعيات عربية وجمعيات صحراوية، ولم أشعر إطلاقا بأن هناك نوع من الخلل في هذا الموضوع. أما فيما يخص الصحراويين فعالم آخر. يمكن فقط أن أقول لك أن رئيس الغرفة الثانية في المغرب صحراوي، لذلك هل لا يمكن أن نتصور أن هناك دولة استطاع تاريخها أن يصهر مكوناتها في أمة واحدة؟ هل يمكن أن نتصور بأنه المغرب، هذه الدولة الموجودة في إفريقيا، لم تتجاوز المكونات أو الاختلاف في المكونات الديمغرافية؟ يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه. الموضوع الثاني، وأتوجه إلى أخي أمير ما دام وصفني بأخيه. أنا أريد كذلك تطبيق القانون وحسن إعمال القانون ما دمتم سرتم في هذا الاتجاه. ألا يعتبر الحكم الذاتي صور من صور تقرير المصير؟ الموضوع بين يدي الأمم المتحدة وتناقشه وفق مقررات الأمم المتحدة وحتى اتفاقية الميز التي مارستم فيها الانتقائية باختيار فصل فقط في تصديرها، تتكلم عن قرارات ومقتضيات الأمم المتحدة التي طبعا تسعى إلى السلم والأمن الدوليين. ولكن ألا يمكن أن نكيف بعض التصرفات من طرف الجارة الجزائر فيما يخص أمن والسلم الدوليين؟ هل الصواريخ التي خرجت من مناطق من الأراضي الجزائرية على مناطقنا ألا يعتبر إرهابا بالتكييف القانوني؟ ألم ننتقل من إرهاب الأشخاص إلى إرهاب الدولة؟ لذلك اسمحوا لي أن أجد نفسي عندما أكيف الأشياء أنكم في نقطة، في موضع ضعف أكثر من موضع قوة. تقرير المصير لا يفرض من الخارج، تقرير المصير إرادة ذاتية للشعب المغربي كله، وقد توافق على الحكم الذاتي. يبدو أنه الجغرافيا ظلمتنا حينما جعلتنا عند بعضنا البعض، ونحن لا نملك السلطة على الجغرافيا ولكن فقط للتاريخ، لأن حينما فقدنا الجغرافيا نعود إلى التاريخ ونقول أن كل دماؤنا المختلطة من أجل استقلال البلدين، وعائلاتنا المختلطة، وتاريخنا المشترك، ألا يكفي هذا لكي نعيش في سلم وأمن دوليين؟ أم أنني أقول لك ما قاله بروتس لأنطونيوس، حتى أنت يا بروتس، حينما طعنه في الخلف؟ أتمنى
نصل إلى درجة من النضج، نبني إفريقيا ونبني المغرب العربي بشكل مشترك. سيد الرئيس، دعوني أعود إلى نقطة أخرى لم يتحدث عنها الكثيرون ولم يثيرها الكثيرون، وهي وضعية اليهود في المغرب. لم يقل أحدا ولم ينتبه أحدا أننا داخل النظام القضائي في المغرب لدينا النظام العبري، القضاء العبري الذي يبت في قضايا الأحوال الشخصية فيما يخص اليهود. لم يقل أحدا أن جلالة الملك أمير المؤمنين أحد مستشاريه يهودي، ولم يقل أحدا أننا درسنا وعشنا مع اليهود في المغرب ونمثل النموذج وأن محمد الخامس توجه من الاستعمار من أجل حماية اليهود. نحن مستعدون أن نعطي دروسا في مناهضة الميز العنصري، ليس بعد وضع الاتفاقية، حتى قبل الاتفاقية وأثناء بناء الدولة في العالم الإفريقي وفي المغرب العربي. أنا يهمني كثيرا إخوتي الأفارقة، يهمني كثيرا وضعيتهم، ولكن حينما ترى دولة جارة تجمع المهاجرين الاقتصاديين وتحيلهم علينا ونحن نستقبلهم ونتحمل ضغطهم الاقتصادي، عندي سؤال كبير. ألا يعني أليس هناك ميز حينما تأتي دول كبرى وتأخذ المهندسين وتأخذ الأطباء وتأخذ العلماء وتترك في بلدي المهاجرين الاقتصاديين الذين لا يسعون فقط، يسعون فقط إلى حياة مريحة كحدها الأدنى؟ أليس هذا ميزا عنصريا؟ لمن أوجه الاتهام؟ وأخيرا، لأول مرة وأنا في عمر 60 سنة، كم سأعيش؟ 20 سنة أخرى؟ 10 سنوات؟ من ستتحمل مني كوزير عدل 3 سنوات أخرى؟ لأول مرة أسمع، أقسم بالذي خلق السماء والأرض، أسمع بالمغرب الأسود. لم يطرأ على ذهني أبدا أن أفكر بأن هناك مغربيون أسود ومغربيون أبيض. هل أنا أبيض؟ انظر إلى سحنتي، خليط إفريقي أوروبي عربي إسلامي، وتتحدثون عن أشياء لم تطرأ على بالي. حينما عينت مدير من أكبر مديريات التي عندي في الوزارة جاء صحراوي، هل فكرت أنه صحراوي؟ هل يمكنكم أن تكتبوا حقائق هذا البلد لكي تساعدونا لنذهب أكثر؟ هل رغبتكم أن نتطور كنموذج ديمقراطي حقوقي في إفريقيا وفي العالم العربي وعلى الضفة الأخرى البحر المتوسط؟ أم أنكم تعتبرون بأن هذه النجاحات التي حققناها كان يجب أن لا تكون؟ ساعدونا، إذا كان هناك شيء جيد قولوا هناك شيء جيد، وإذا كان هناك شيء سلبي قولوا أن هناك شيء سلبي، ونحن سنتحمل المسؤولية. سيد الرئيس، أنا فرح جدا لأن جزت قربك، ونحن أفارقة، نحن لم ننقل الأفارقة إلى أوروبا، نحن ليست لنا حصون على البحر كنا نجمع فيه الأفارقة لأخذوهم إلى أوروبا. نحن شعب أسس دولة منذ 1400 سنة وتصاهر فيها الجميع وعاش فيها الجميع واستقبلنا العالم، وأثناء الحرب استقبلنا اليهود. لذلك أنا أفتخر ببلدي ويكفيني هذا شرفا. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.